شكرا جزيلا لك زميلي الأخضر بالريش، والشكر أيضا الجميل والموصول لضيوفك الأعزاء الذين كانوا معك في الاستوديو. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا الافاضل مرحبا بكم، اهلا وسهلا، نحييكم ونلتقي بحضرتكم مباشره من ملعب 30 يونيو بدار الدفاع الجوي في القاهره وسط هذه الاجواء الجزائريه المصريه العربيه الامازيغيه المغربيه التونسيه الموجوده في مدرجات ملعب الدفاع الجوي، في حضور جزائري يقدر ب 3000 مناصر جزائري من جاليتنا الجزائريه الموجوده في القاهره، من الجزائريين الذين تنقلوا من الجزائر ومن أولئك الذين تنقلوا من كل بقاع الدنيا لأرض أم الدنيا في مصر لحضور مشاركة جديدة هي 18 بالنسبة للمنتخب الجزائري في مجموعة كينيا السنغال وتنزانيا. قبل هذه المباراة طبعا السنغال كانت تفوقت على تنزانيا بهدفين مقابل صفر، أجواء كبيرة في مدرجات ملعب 30 يونيو قبل ثواني من دخول الفريقين لأرضية الميدان في أول مواجهة جزائرية كينية في نهائيات كأس أمم إفريقيا عبر التاريخ. الكينيون الذين يشاركون لسادس مرة في نهائيات كأس الأمم الإفريقية يعودون إلى المشاركة بعد 15 عاما من الغم على الفارس بونجاح في أول كرة. هذه دورتك وبطولتك يا بونجاح، لم تكن تلعب والكرة خرجت، راحت ضربة مرمى، يقول حكم المباراة لصالح المنتخب الكيني. صعب جدا ان نتوقع كيف سيلعب المنتخب الجزائري هذه المباراة، شوف اللعبة كم كانت رائعة. يلعب بيتيس كرة بعيدة وانطلاقة من خطيرة، بابا يوسف بلايلي، هي الأولى في رياض محرز ينفذ هذه الركنية، الدفاع يخرجها مباشرة، فت الكرة الآن بالعمري، جمال بالعمري مدافع نادي الشباب السعودي يلعب فقط مباراته الخامسة مع المنتخب الجزائري، 29 سنة في عمره، شوف كيف طلبها بغداد بنجاح بالرأس، ولكن رياض كعاتو، رياض بالعقب بروعة لسفيان، سفيان والتوزيع والركنية، يوسف البلايلي يحاول يمر والحكم يصفر له خطأ لصالح المنتخب الجزائري. البلايلي واحدة من كراتك مع الترجي والمنتخب الجزائري، كرة بعيدة خطيرة، أيسامالي لا لا رائع الكرة هذه، عيسى في القائمة الثانية، كاد يلحق تردد شوية، ياي الحكم ماذا قال؟ داخل منطقة العمليات يا سيد الحكم، البطاقة الصفراء للمدافع بود عمر، هل ألم يكن داخل منطقة العمليات يا سيدي؟ هنا كرة، شوف الإعادة مرة ثانية تسترجع بداخل، رياض يستعد، الحكم يأذن، رياض يتقدم، رياض يسدد، لا الكرة في الركنية، ثالثة لصالح المنتخب الجزائري، لو كانت في اتجاه الرؤوس كان ممكن. هنالك في الوسط ناحية ماسيكا في صراع، عدل سفيان فغولي يضغط والكرة إنها بعيدة، احنا عندنا بالعمري وعندنا مندي، خطيرة والحكم صفر، الحكم صفر، يا عطال ارجع يا عطال، الانطلاقة على الجهة اليسرى ماسيكا، تغطية دفاعية من مندي، قلنا يا يوسف يا عطال دفاع أولى، أنت مدافع دورك، واصل جمال بالعمري، واصل جمال بالعمري، هيلة منه وخطأ، يقول حكم المباراة، راح سفيان راح سفيان راح سفيان، يلعبها جول وتسديدة، بابا 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 بابا، يوسف البلايلي سدد كرة سفيان والحارس يصد، كاد يأتي الجول، وانيما انطلق كرة، هيلة عطال، يا بابا 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 صعبة، مرت ببضع سنتيمترات هذه الكرة، مرت سلامات على الحارس، شوف القوة، لا 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 بهذا الشكل، عطال 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 دخل عطال راح عطال مازال عطال عطال، وضرب جزاء وضرب جزاء يا سيدي الحكم، فعلها في أول لعبة وفي أول هربة في أول دخلة وفي أول المحاولة هجومية، يوسنا من عمر المباراة، بغداد يستعيد بغداد، وبا با 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 جول، بالبراءة وبالروعة وبالأناقة، يا سلام بغداد يا بغداد يا بنجاح، ينجح في هز الشباك وتسجيل أول أهداف المنتخب الجزائري في المونديال الإفريقي، بغداد بنجاح فعلها وسجل هدفه الأول، الهدف الحادي عشر لبغداد في إثنان، رياض 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 خطورة، أولى
تلعب يا بغداد؟ والحكم ماذا قال؟ لا لا يوسف بليلي وينك؟ وينك يا يوسف؟ تعاون زملائك. هاي كرة خطيرة، هاي كرة خطيرة. وتينو سبعيني، راح بغداد يا رامي، راح بغداد يا رامي. يجب أن تكون بغداد منجاح لكي تتوقع بأن الكرة تصلك بهذا الشكل. بعدما ضربها المدافع صارت أقوى وأسرع، ومع ذلك ما يسترجع الكرة، يحط على جانبنا من هنالك بحثا عن أوميندي. أوميندي كرة بعيدة، يلعب ليوسف بليلي. أوه إسماعيل بن ناصر، كرة خطيرة. إسماعيل بن ناصر، جول وجول وجول يا رياض، جول في رياض للمنتخب الجزائري في الدقيقة 43. ضربة رائعة من يوسف بلايلي، يلعبها مع اسماعيل بن ناصر صغيرنا، يمررها لكبيرنا رياض الذي يأتي وبوسط رائع حطها في الجول. شوف اسماعيل ماذا فعل، راوغ ومرر، توقف ثم استلم، دخل فوزع رياض بيسرى، ضربت في المدافع ودخلت جول. شكرا يا عمار يا عبود على هذه الكرة التي أدخلتها. كرة تدخل كان على رامي بن سبعيني في الجهة اليسرى، وما أوتينو هو اللي دخل منذ لحظة الشوط الثاني من عمر هذه المباراة. الهدف الثاني كان مريح للمنتخب الجزائري. لو بقينا واحد يواصل بنجاح، قوة كبيرة عند بنجاح، ما زال عنده الكرة في صراع من أمام المدافع. إسماعيل بن ناصر ليبحث عن بغداد بنجاح، كرته لم تصل، كانت خسيرة كرة إسماعيل. تقريبا هو فريق يوسف بايدة، الكرة هذه تماما عليك راحت للتماس. يقول أبو الليلي الدفاع يخرجها، ورياض كان يخطفها بن سبعيني لبن ناصر. هاي كرة جول، هاي كرة جول، هاي كرة جول. لا لا، وباتريك ماتاسي يقطع الطريق امام هذه الكرة. يا سلام يا بن ناصر، يا سلام، انت اكتشاف المباراة اليوم واكتشاف الناس اللي خلف مع جمال بالعمري. صعب تتفوق على جمال بالعمري، صعب تتفوق على جمال بالعمري. مدافع جاح يلعبها مع بغداد، ترجع لاسماعيل، بغداد واسماعيل. يو 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 يو، تدخل قوي من امام اسماعيل بن ناصر. راح رياض، سقط بغداد، رياض دي سفيان، سفيان با 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 رائعه. لا لا، انطلق رياض، سقط بغداد عن طريق اللاعب اوميندي. ورويس فاهمين قوته، هو فهم التوجيهات، تلعب بحذر اليوم، تلعب في ليله ممتازه. بغداد بنجاح، هل بدات تتعب يا بغداد؟ هل بدأت تتعب؟ الخطأ يكون حكم المباراة على يوسف لصالح عناصر المنتخب الكيني بعد هذا التدخل. ما يكون حكم المباراة، ذكر بأنه المباراة القادمة ستكون الخميس المقبل بإذن الله أمام المنتخب السنغالي الذي فاز بدوره على طول. بعيدة من رامي على إسماعيل بن ناصر، يضغط بغداد من هنا. يوسف ورامي، يوسف ورامي، دخل رامي، رامي بن سبعيني، توزيع رائع، الحارس رائع، الكرة من رامي بن سبعيني ويوسف بليلي والحارس كذلك. كرة ثانية، يو 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 يا سماحة يا رياضة، على وصلت هذه الكرة ليوسف عطالي، كل سمح كل سمح، لأنه هذه كانت كرته، هو اللي كان في الانطلاقة، هو اللي كان حاب يكون في الاستلام وفي الوصول بهذه الكرة في الأمام. شوف هنا اللعبة، آي 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 ديجون في تاسع مباراة مع المنتخب. يخرج أوميندي ويدخل أمولو، هو اللي كان في التغطية هنا، يلحق عليها رامي، والحكم ماذا قال؟ تم تجينو مرة ثانية، يبحث عن الكرة العليا، راحت سلامات، سلامات ضربة مرمى لرئيس وهاب مبولحي. مازال وخرج جمال بن سبعين، بن ناصر ينتظر، يلعب مع رامي بن سبعيني. ضربة مرمى أدى اللي عليه يوسف بن، الركنية تنفذ بعيدة عالية في القائمة الثانية. كومو من سوء حظ ومن حسن حظنا لم يتمكن من هذه الكرة، راحت ضربة مرمى. خوف الكرات الثابتة، راح طال، شوف يحط راسه وراح، راح اوه وفي خطأ.
عارفينه، شافوه، عارفين قدراته. رياض يسترجعها، رياض لم يمر أمام نيمار، تسترجع.